حكومة السيد السوداني، نعم هي قريبة من خلال عدد من الأحزاب لإيران، معنى هناك فعلا أحزاب وحركات ولائية لولاية الفقيه في إيران، لكن في نفس الوقت هناك سياسة خارجية للعراق يفترض أن تتبنى مناهج تضمن المصلحة الوطنية العراقية، المصالح الاقتصادية، المصالح السياسية، المصالح العلمية، المصالح الأمنية وغيرها. الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد تعتبر العراق جوهر وقاعدة أساسية لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت هي لا تواجه إيران كدولة، هي تواجه إيران كولاية فقيه، بمعنى إيران كميليشيات مسلحة موجودة في سوريا، لها صلات وثيقة مع حزب الله في لبنان، مع الحوثيين في اليمن، أيضا لها دور راديكالي داخل الحياة السياسية في العراق. نتذكر الميليشيات اللي كانت تقصف الغاز وتقصف مصافي النفط في أربيل وتقصف مدينة أربيل وتقصف المطار، وهي تعلن صراحة أنها مقاومة إسلامية ترتبط بولاية الفقيه من أجل شن حرب على الولايات المتحدة الأمريكية. إذن إيران زائدا حلفائها يعلنون صراحة الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أمريكا باعتبارها حليف استراتيجي للعراق، هناك اتفاقية للشراكة، وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وأفغانستان أكثر من 7.5 تريليون دولار.